افتتاح التسجيل كان من نقطة الجزاء عن طريق الإيطالي ألبرتو أكويلاني في الدقيقة 38 بعد 3 دقائق فقط، ومن النقطة ذاتها عزز الكولومبي فريدي مونتيرو تقدم الفريق البرتغالي. وفي الدقيقة 64 وقع ماثيوس بيريرا الهدف الثالث لأصحاب الدار. فارق تعمق بعد 5 دقائق عبر توبياس فيغويريدو قبل أن يعود ماثيوس بيريرا ليوقع هدفه الثاني في اللقاء مختتما خماسية فريقه. فيما حملت الدقيقة 89 الهدف الوحيد للزوار.